وثق الناشط الاجتماعي والمعروف بفارس البشاري قصة وفاء وحب وتضحية حقيقية غير مزيفة لفتاة سعودية تدعم مشروع زوجها من مهرها. وللحديث حول هذا الموقف الإيجابي اللي إن شاء الله راح نسمع تفاصيله ويخلينا نبتسم لا إراديا، أكيد راح نرحب ببطلة هذا الحدث عبر سكايب هاتون، زوجة تدعم مشروع زوجها مهرها. لكن قبل ما نرحب فيها خلونا نشوف المقطع على السريع ونرجع. اول شيء قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. احنا جايين وبنغطيك. بس انت تدري انا شلون جاي؟ نعم. انا جاي بمهره. حياك الله. تدري اني دافع مهره لي؟ ما دريت الا اليوم. تعال تفك الكمامه عادي، خذ راحتك. ايش؟ والله العظيم اللي صادق، ترى دافع مهره لي عشان اغطيك اليوم. تسلم. عاد ما ادري ايش تقول، ايش فيك؟ لا اله الا الله. الله يخليكم لبعض يا رب ويطول عمركم. قول امين. والله لا يحرمك منها. والله العظيم عيالك هاتون الشهري، يعني ما شاء الله عليك، اكيد انه احنا حابين ناخذ منك تفاصيل. يا اهلا وسهلا فيك. بتكلمي يا هلا والله. هاتون اسم الله عليك، وش هالسناعه، وش هالدرابه، وش هال ما شاء الله الحب والوفاء، يعني كل هالصفات الجميلة تجمعت فيك. يعني بنت صغيرة تدعم زوجها من فلوس مهرها اللي المفروض أصلا هي تصرفها على نفسها وعلى جهازها وعلى هذه الأشياء. كلمينا عن هالمقطع هاتون، وكلمينا عن هالقصة وهالإعلان اللي دفعتيه من مهرك عشان تدعمين مشروع زوجك. أول شيء يا مرحبا ويا هلا وسهلا فيك حبيبتي. وقبل ما ابدا اجاوب على سؤالك، انا بس بعتذر لاني تعبانه شويتين، فاذا كان الصوت مو واضح او مخارج الحروف مو واضحه اكيد اعطيني خبر. والله يا حبيبتي، احنا زي ما انا قلت في سناب الاستاذ فارس انه مشروعنا قائم وتبارك الرحمن ماشي اموره، بس كنت اطمح انه يتعدل الوضع اكثر، نلاقي صدى كبير في الطائف أو حول المدن المجاورة، يعني أنه نوصل لأكبر عدد من الزبائن وندعم مشروعنا الأكبر اللي هو الزواج ونتزوج في أسرع وقت. فمن هنا جات فكرة المبادرة أو المقطع أو تشريف أستاذ فارس لنا وتغطية المحل لنا. نعم، يعني فكرة نادرا لما اي بنت يعني انها تستغني عن مهرها اللي هو حقها اللي هي تبغى تجهز نفسها فيه عشان تدعم خطيبها او زوجها المستقبل. انتم ما شاء الله يعني خلاص يعني سويتوا عقد النكاح، فالمهر عندك يعني، فمن هذا المهر يعني جات منك هذه المبادره. طيب يعني فكره انك تدعمي زوجك من مهرك، هذا القرار اكيد فكرت فيه 100 مره. طب انا لما حادفع مهري للمشهور ده عشان اسوي اعلان، معناته انا ما حاسوي كده وما حاجيب الجهاز وحاقصر على نفسي كثير. فقد ايش من اخذ منك وقت عشان تتخذي هذا القرار، وكيف اقنعتي نفسك في الاخير؟ للامانه يعني هي كانت استخاره، كنت استخير في الموضوع، وللامانه ارتحت، فعلى طول من دون تردد سويت التغطية هذه بفضل الله ثم بفضل الأستاذ فارس يعني. ويعني أنا وزوجي واحد. يا سلام. إذا هو ارتاح ماديا فأنا مرتاحة أكيد. تقريبا يعني كذا. يا هاتون يا ليت البنات، بعض البنات عشان ما يزعلون، يا ليت بعض البنات ياخذونك كمثال مشرف للزوجة الحقيقية اللي توقف جنب زوجها. وهذا يمكن اللي شفناه كثير، لكن في أجيال قديمة أو أجيال أمهاتنا وجداتنا الحين يا الله نفسي نفسي لا، وحتى ممكن تبيع الملابس اللي عليه عشان بس تروح مطعم غالي ولا سفرة ولا أيا كان. فهاتون أنا جدا فخورة فيكم ومبسوطة باللي أنت سويتي. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا، هل زوجك كان يعرف على الموضوع، يعرف أنه أنت دفعتي من مهرك؟ صراحة هذا السؤال ما أعرف شو أقول عنه، بس يعني كانت ردة فعل حقيقية أتوقع الجميع شافها. فلا أبدا ما كان يعرف، وزي ما أنا سبق وقلت أنه ما كان راح يرضى لو عرف يعني.
أكيد ما كان حيرضى يعني، وباين عليه أصلا في المقطع إنه هو متفاجئ. يمكن السؤال اللي يدور في بالي الآن، هذا المشهور اللي جاء وأعلن للزوج إنه ترى زوجتك هي اللي دفعت لي عشان أسوي إعلان وأجي وكذا وكذا، يعني أكيد في الأخير أنا أتوقع إنه ما أخذ منك حق الإعلان. أكيد رجع النص الأول في أول يوم من الإعلان، وفي اليوم الأخير من الإعلان رجع المبلغ كامل. الله يجزاه خير. الله يجزاه الخير، يعني كمان هو شخص نبيل ورائع جدا، يمكن أكيد. لأنه بالفعل دعم هذا الموقف، موقف إنساني، موقف عظيم جدا صراحة. لكن أكيد بعد ما انتشر هذا الفيديو جات بعض التعليقات اللي تقول لا أنت كيف تستغني وكيف تتنازلي عن حقك، وأنت كيف تسوي زي كده، بكرة حيتزوج عليك وحينسى أنك أنت دعمتي وحينسى. جات هذه التعليقات ولا أقولي الحقيقة؟ لا أكيد جات، أكيد جات. كيف حسيتي؟ كيف تعاملتي معاها؟ شوفي للأمانة يعني أنا قاعدة أخذ الإيجابي من الموضوع، وأي شيء سلبي ما قاعدة أخذه أبداً. لأن الناس السلبية موجودة، والكلام السلبي أكيد إلا ما يصير. صح. يعني صح. إحنا عرضة لهذا الموضوع الحين، فشيء طبيعي اللي قاعد يصير، ومتقبل ردود الفعل الجميع. أنا أتوقع النفس مع من أحسن إليها، وأتوقع الرجل الشهم اللي يعني متأصلة فيه كثير من الأشياء اللي خلنا نقول تعودنا عليها وتربينا عليها، ما أعتقد أنه ينسى معروف زي كذا. هو ما هو واجب عليك، لكن أنت سويتيه من باب حب ومن باب دعم يا هتون. لكن كمان سمعنا من بعض التغريدات يقولون أن المقطع كان تمثيل، وأن المقطع مفبرك، وأنه أنتوا عندكم أهداف أخرى، عشان الناس يمكن بعض الناس يكون عندها فضول أنها تجي وتشوف هذا المحل. فايش تعليقك على هذا الموضوع؟ انا سبق قلت لك قبل شوي انه احنا عرضه لهذا الموضوع، لكن الموضوع حقيقي جدا، ويشهد الله انه كان فعلا حقيقي اللي تصور واللي صار، والموضوع من جد كان مفاجئ للجميع، لدرجه انه حتى انا ما توقعت هذا الصدى ابدا. يعني كان هدفي الاساسي انه الزباين يجون ويشوفون المحل حقنا ويشوفون المنتج اللي قاعدين نقدمه، مش أكثر من كذا. بس اللي صار توفيق من الله الحمد لله. صح. ودائما الإنسان اللي نيته صافية ونظيفة ربنا ترى يديه أحسن ممن هو يتخيل. يعني أنت دفعتي ورجعت لك الفلوس وسويت المشروع والناس عرفت عنه، الله يوفقكم، الله يتمم لكم على خير. يعني جدا مبسوطين لكم. ففي النهاية هتون، إيش الرسالة اللي تحب توجهيها للبنات من ناحية أهمية دعم الزوج أو دعم الزوجين لبعض، خلينا نقول خصوصا في بداية حياتهم؟ يعني حبيبتي أنا أشوف إنه الزواج مشاركة، فأي شيء أنت راح تقدمينه في النهاية هو راح يرجع لك. يعني زي ما ربنا يقول إنه أنا عند ظن عبدي بي، فقدم الشيء إذا ربنا يقول كذا كيف البشر، فقدم الشيء اللي أنت تشوفينه مناسب وراح يرجع لك في النهاية. وشيلي من بالك فكرة التجارب السابقة أو الأشياء اللي سمعتيها من المجتمع أو من صديقاتك، أمك، جداتك، عيش تجربتك أنت بس. هتون مرة مبسوطين فيكم، وجدا كده سعيدين بهذا الشيء الرائع اللي احنا شفناه واللي احنا احتجنا انه يتصور صراحة ويبان للناس، لانه هذه العلاقات الانسانية وهذا الدعم الزوجة للزوج والاشياء دي خصوصا في بداية حياتكم الزوجية، مو يعني كثير بنات دائما يحطوا شروط والاستات ويبوا الاغلى والافضل والفلوس والمصاريف، لكن ممكن الواحد يحط فلوسه في مشروع يستفيد منه ويكون يعني يكون هذا مصدر دخل لهذه هي العائلة. بالتوفيق لك يا هتون، سعيدين جدا لوجودك معانا اليوم. ايش رايك مها؟ انا مبسوطة جدا، يعني هتون قاعدة تذكرني بقصص كثير كانت الوالدة تحكي لي اياها عن كثير ناس مثلا الان ممكن يكونون بارزين في المجتمع ولهم وضعهم ماديا واجتماعيا والى اخره، كانوا جدا بسيطين وكانوا كذا زوج وزوجته وتوهم، الزوجة دعمت زوجها،
بكل ما تملك بمهرها أو بورثها أو بذهبها صح أو أيا كان، لما نوقفوا على رجولهم وما ينسى المعروف الرجل. يعني أنا للأمانة دائما أنا ضد التعليقات اللي تقول أنت تخليتي أو أنت تنازلتي، ما في شيء اسمه تنازلت، أنا ما رحت أخذت فلوسي رميتها في الشارع، هذا زوجك بالصحة. هذا راح يكون أبو عيالك، بالعكس إذا أنت ما وقفتي من راح يوقف؟ هذه حياتكم راح تبدونها صح، راح تبدونها توقفون على رجول على رجولكم تبدونها صح. يعني أنا جدا فخورة ومرة مبسوطة وأحب أسمع زي هذه القصص اللي ونحتاج نسمع زي هذه القصص نسمع لأنها تعبر عن الحب الصادق والنية الطيبة. بالضبط، إنه الاثنين داخلين يتزوجوا أكيد بنية طيبة بعيدا عن المصلحة. بالضبط، يعني مو إنه أقعد أحط النية السيئة، لا أكيد هو عموما مها كمان يعني لازم كان ناخذ معانا الرأي الآخر والطرف الآخر، وهو زوج الأستاذة هتون الأستاذ فايز العبدلي، أكيد صاحب هذا المشروع، سعيدين جدا بأنه يكون معنا عبر سكايب. هلا وسهلا بك يا فايز. الله يحييك تطول عمرك إن شاء الله. هلا وسهلا بك. طبعا مشروع سوليديفيا اسم مرة حلو، اسم جدا رائع، لكن قبل ما ندخل في التفاصيل عن هذا المشروع نبغى نتكلم عن الصدمة اللي شفناها في الفيديو وردة فعلك لما عرفت إنه زوجتك بالمهر حبت تسوي إعلان للمكان. الله يعطيك العافية، أتوقع المقطع كان يشرح الموقف أكثر مني أنا أشرح لك الحين. صراحة ما قدرت أسوي أي شيء، فاكتفيت اني اقبل جبينها. يعني شفنا هذا الشيء، بس انه انت ايش حسيت وقتها؟ حسيت انه انبسطت ولا انك عاتبتها انه لا المفروض ما تسوي زي كذا، ولا ايش كان احساسك وقتها؟ لا انا كنت جدا مبسوط من الشيء اللي صار يعني، ووقتها عرفت اني فعلا اخترت الاختيار الصحيح ان شاء الله. الله يوفقكم. فايز كلمنا عن مشروعك، يعني احنا شفنا الفيديو بس ما ندري المشروع. أنا أتوقع أنه حلويات شكله كأنه، ولا آيس كريم، ولا ما أعرف وش مشروعك، متى بدأت؟ تكلمنا عن المشروع أكثر. الله يعطيك العافية، إحنا مشروع أنا بسيط جدا، إحنا نقدم آيس كريم ونقدم معاه قهوة، والنكهات عندنا يعني نغيرها حسب الموسم، كل موسم يكون عندنا 4 نكهات مختلفة فقط، هذا هو المشروع. وبدأنا فيه تقريبا من ديسمبر 2020. أنا قبله كان عندنا مشروع، كان عندنا فرانشايز والحمد لله قفلنا وبدأنا المشروع من جديد. يعني حاولنا قد ما نقدر نحن ننسى الخسارة الأولى، وكانت تجربة مرة كويسة مع إن كان فيها خسارة، لكن الحمد لله على كل حال. وبدأنا من جديد وحاولنا يعني يكون في شيء خاص فينا إحنا إن شاء الله. يعني ما شاء الله عليك، خسارة أولى وبتقول الحمد لله واستفدت منها، وهذا شيء جدا رائع. وأكيد كرائد أعمال خلينا نقول مبتدئ في هذا السوق، مهم هذه التجربة، مهم أن الواحد يجرب ويفشل وينجح مرة ثانية ويتعلم من غلطه. لكن كلمنا عن أهم الصعوبات اللي واجهتك في إنشاء هذا المشروع. والله الصعوبات كثير، يواجهك صعوبات طبيعي، لكن الحمد لله احنا في بلد خير. نعم. مهما واجهتك صعوبات الا ما تلقى في المقابل اشياء تساعدك انك تبدا مشروعك. طبعا قبل الخساره برضو كان في 3 خسائر، لكن برضو الواحد ما يوقف مهما خسرت، في الاخير راح توصل، والحمد لله اني وصلت وان شاء الله انها بدايه خير يا رب. طب كلمنا شوي عن التفاعل اللي شفته بعد هالقصه، يعني مشكور المؤثر اللي سوى لكم هذه التغطية، لكن أنا عن نفسي راح أشكر زوجتك أكثر، لأنه يمكن لولا حركتها هذه ما انتشر الموضوع على نطاق أوسع خلنا نقول. فنبي نعرف كيف تفاعل أهل الطايف بعد هالقصة بالتحديد. الله يعطيك العافية، والله مو فقط أهل الطايف، الجميع تفاعل معنا، خلينا نقول من الشرق الأوسط، الشرق الأوسط كامل، يعني سواء تبغين من الأردن من الخليج العربي، الجميع تفاعل مع الشيء هذا. طبعا أكيد الفضل لله ثم لهتون والأستاذ فارس البشيري ما قصر، وأحب أحييه من خلال المقابلة هذه. الله يعطيه العافية أبو أحمد، ما قصر، الله يطول عمره. يعني فايز احنا جدا سعيدين لكم، الله يوفقكم ويفتح لكم ابواب الرزق وكذا، وتكون يعني
تقدم على حياة زوجية سعيدة بإذن الله يسودها الحب والوئام الدائم. شوف يعني دحين الموضوع اتنشر قدام العالم كله، بكرة تزعلها حتقول لك تراها أنا اللي ساعدتك كده سيفا، ما تقدر تزعلها يعني. فالله يوفقكم في حياتكم وإن شاء الله تكونوا كده سعيدين بهذا المشروع وتكتمل حياتكم الزوجية بالسعادة والتوفيق. شكرا لك فايز، شكرا لوجودك معنا، وطبعا أهل الطائف نقول لهم هلا هلا بعد هذا المشروع الرائع وهذا خلينا نقول الكافيه اللي بيقدم أشياء مميزة. شكرا لوجودك معنا وشكرا لك يا هتون. أيضا مشاهدينا مكملين معكم فقراتنا ولكن بعد فاصل قصير. بعد الفاصل، الإمام تنظم مؤتمراً يرصد تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان.